جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول: أنا مواطن مصري مقيم في المملكة، اسمي عطية حبيب السيد، أسأل: إذ كنت في مصر حصل بيني وبين والدي خلاف على قطعة أرض، وهذه الأرض ملك لي، وأثناء السفر يقوم والدي بزراعتها ولم يعطي أولادي أي شيء من أنواع الحبوب منها، فحصل بيني وبينه خلاف أدى إلى أن أحلف يمين الطلاق بألا يدخل بيتي هذه الحبوب، وكانت الأرض مزروعة أرز، وأنا وأولادي في حاجة إليه، وسافرت وعلمت زوجتي بالذي حصل، ولما أتى ميعاد الحصاد صمم والدي أن يعطي الزوجة من الأرز، لكنها رفضت، فباع والدي حقي من الأرز وأعطاها الفلوس، هل هذا يكون حينئذ حنثا بيميني بالطلاق؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا حلفت بالطلاق أو باليمين بالله ألا تأخذ هذا الأرز وقصدك الامتناع من أخذه والانتفاع به، فإن هذا يشمل القيمة. فإذا باعه وأعطاك القيمة أو أعطى زوجتك القيمة وأنت أقررته على ذلك، فإن هذا يوجب الحنث باليمين التي حلفتها، لأن اليمين تكون على نفس الشيء وعلى قيمته، لأن القيمة بديلة عنه.